بس انتي بتعرفي لما بتحتاجيني رح كون موجود. بعرف. وهلا بالإذن منك فتون، هداك اليوم لما جبتي الوراق على البيت رفيف كانت عندي، يعني ما بدي اختر لك شي ما له حقيقي. رفيف كانت تعبانة واضطريت خليها عندي يومها. ما تبرر لي أي شي مراد، لأنه رفيف معنا ببالي وما بتهمني ابنه. يلا بشوفك. فتون، أنا وياكي قلنا زمان ما طلعنا تغدينا مع بعض، وأنا اشتقت كتير للقعدة معك. أنا لازم أرجع على البيت مراد، حتى أني تأخرت كتير. هلأ بعتذر منك، لازم روح. الله معك. عم تسعل وعليك حرارة كمان، انت مريض، شو هالعملة هاي؟ فيك تأسرع شوي، أنا مستعجلة لو سمحت. أختي ما فيني استعجل أكتر من هيك بهالزحمة. اف، أنا كيف تركته لحاله؟ كيف؟ لما كنت مرضاني ما تركني أبدا. عفواً أختي؟ ولا شي، أنت تطلع قدامك.